بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، هنتكلم النهاردة في سلسلة الفيديوهات الجديدة دي عن بعض الأفعال اللي بتربك بعض الطلبة إن لم يكن كل الطلبة. الأربع أفعال دول زي ما احنا شايفين قدامنا، أول فعل raise، الثاني rise arouse، الرابع arise. ناخدهم كده بالترتيب. اول فعل raise ده فعل عادي، يعني تصريفه التاني باضافة دي او باضافة اي دي، فعل معناه يرفع، يربي، يدخر، يوفر لي. نشوف بعض الامثلة على كل معنى من المعاني دي. اول مثال بيقول لك مثلا if you want to answer، المدرس بيقول لك if you want to answer، لو حابب تجاوب you should raise your hand، مفروض raise your hand ترفع ايدك. sorry I can't hear، اسف مش قادر اسمعك، please raise your voice، ارفع صوتك او علي صوتك. بعديها the government، الحكومة مثلا try hard، بتحاول بجد to raise the standard of living for citizens، تحاول ترفع مستوى معيشة citizens المواطنين. مثلا the government raise the prices many times، الحكومة رفعت الأسعار many times مرات عديدة nowadays الفترة الحالية أو الأيام دي. في بعض التعبيرات تستخدم مع الفعل raise زي raise the alarm، ده فعل معناه أو expression معناه warn، يحذر. في كمان المعنى التاني ليه اللي هو يربي raise animals، the farmers raise some animals، الفلاحين بيربوا حيوانات، والفعل raise هنا ممكن يبقى معناه look after animals، بيعتنوا بحيواناتهم. المعنى الثالث يدخر او يوفر لي raise money for، ممكن يساوي تعبير كمان اسمه collect money for، يجمع مال من اجل. يقول ده business man، رجل الاعمال، raise money for the poor، وفر فلوس for the poor للفقراء او for charities للجمعيات الخيرية. الفعل الثاني قدامنا rise، فعل شاذ تصريفه الثاني rose والثالث risen، rise rose risen. معناه ايه الفعل rise ده؟ معناه يرتفع او تشرق او ينهض او يستيقظ. تشوف امثلة على الكلام ده، بيقول prices rise many times، الاسعار ارتفعت many times مرات عديدة. The sun rises in the east، الشمس بتطلع بتشرق من جهة الشرق. I usually rise at 6، انا عادة بستيقظ at 6 الساعة 6. Please rise up، المدرس بيقول لك please rise up، لو سمحت قوم اقف. The value of painting، قيمة البينتينج الرسمة دي او الصورة دي has risen، ازدادت او ارتفعت. الفعل الرايز ممكن يبقى ناون، يبقى معناه شروق او ارتفاع. يقول ايه مثلا the sunset، sunset قلنا معناها غروب الشمس. لما يقول لك الانتونيم بتاعها عكسها يبقى the sun rise، يبقى معناها ايه؟ شروق الشمس. يبقى ممكن يستخدم verb وnoun. طيب الفعلين التانيين، فعل اسمه arise زي ما احنا شايفين، فعل اسمه arise، وarise ده فعل شاذ برضو تصريفه التاني arise arise arose arisen، معناه يظهر او ينشأ او يبرز. المثال بيقول many problems، مشكلات كتير arose after the revolution، نشأت او ظهرت after the revolution، بعد الثورة. a cloud، الغيامة arose and covered the sun، ظهرت او نشأت وغطت الشمس. many new vocabs، كتير من الكلمات الجديدة concerning the internet، بخصوص الانترنت مثلا have risen، كتير من التعبيرات المستحدثة ظهرت بخصوص الانترنت. الفعل الرابع arouse ده معناه يثير، وفعل عادي تصريفه بإضافة دي ودي لأن هو آخره إيه.
يثير ايه بالظبط؟ arouse my fears، يثير المخاوف، arouse my doubts، يثير الشكوك، arouse my suspicion، يثير الشك، arouse my anger، يثير الغضب، arouse my feelings، يثير المشاعر، arouse my interest، يثير الاهتمام، arouse criticism، يثير النقد أو الانتقاد، arouse hostility، يثير العداء. الإكزامبل بيقول his actions، حركاته أو أفعاله، aroused a lot of criticism، أثارت كثير من الكريتيسيزم، من النقد أو الانتقاد. His speech aroused my anger، كلامه aroused my anger، أثار غضبي. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو أو استفدتوا من الفيديو، وإن شاء الله في فيديوهات كتير بالشكل ده إن شاء الله الفترة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.